على مدار الأسبوع تكون هذه الصالة مسرحاً مهماً لعمليات تداخل قسطاري يجريها مركز الناصرية للقلب لمراجعه صغاراً وكباراً. نحو 4000 عملية أجراها المركز قبل بداية الربع الأخير من هذا العام، محققاً تقدماً في هذا النوع من العمليات بفارق يصل إلى 1500 عملية عن العام الماضي. قسطرة القلب للكبار زيادة ملحوظة، وخاصة في كهربائية القلب. كما تعلم أنه كهربائية القلب تختلف عن بقية المستشفيات الأخرى، لأنه المركز التدريبي الرئيسي هنا لدينا في مستشفى الناصرية للقلب، تداخلات قسطارية للكبار والأطفال نتائجنا جيدة. وينتظر المركز مشروعا مهما سيضعه في مصاف المراكز العالمية بعد إكمال التحضيرات والموافقات للمباشرة بعمليات زراعة القلب. عندنا مشروع زراعة القلب، وحقيقة مشروع زراعة القلب مستشفى الناصرية للقلب اللي أخذ على عاتقه هذا المشروع صار تلكؤ به من الناحية الشرعية، لذلك لجأنا إلى زراعة القلب الصناعي، وهسه احنا في طور التحضير، وإن شاء الله بالأيام القليلة القادمة يعني مسألة إن شاء الله يعني ما يخلص هذا العام إلا نعلن عن إنجاز كبير. وبهذه المعطيات ينافس المركز كثيرا من المراكز المتخصصة في المنطقة، إذ أصبح وجود مراجعين من محافظات عراقية عدة أمرا معتادا. وإحنا من البصرة، فكون ماكو يعني مستشفى خاصة مع القلب في البصرة، فأفضل مستشفى هي مستشفى الناصرية في القلب. جينا إحنا أمس، واليوم الحمد لله وشكر سوينا العملية بنجاح. ويسجل المستشفى نسبة رقود عالية مع نسبة وفيات عند المستويات العالمية ب 2%. وعلاوة على ذلك يسجل ملف عمليات القلب المفتوح ارتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 75% مقارنة بالعمليات التي أجريت العام الماضي، إذ بلغت نحو 350 عملية. من داخل مركز الناصرية للقلب، أحمد السعيدي، يو تي في.